تجي المنظمات بتسألنا بنشرح بنحكي كله على الفاضي كله على الفاضي ما بنشوف شيء كله على الفاضي كأني عم يجوا بيستلذوا هيك في آلامنا في وجعنا في حالنا كأننا عم يجوا بس هيك بيستلذوا فينا في وضعنا شلون عم نشوف شلون عم نعاني شلون عم نقضي ما حدا عم يعرف نحن عم يجي المغرب عم يجي البرد والسيء ما حدا بيعرف شلون عم نقضي يسعد أوقاتكم. نحن اليوم بمخيم كفرة الموجود على طريق صوران. المخيم فيه 65 عائلة. صرنا بالشهر الأول وأغلب سكان المخيم ما عندهم صوبات، واللي عنده صوبات ما عنده تدفئة. راح نستعرض بالحلقة هموم الناس ومشاكلهم ومعاناتهم. خليكم معنا. استدلينا عن طريق مدير المخيم على الخالق يحيى، زوجه مفقود من شهر وما بتعرف عنه شيء، عندها 7 أطفال. رح ناخذ معه لقاء. السلام عليكم، يعطيك العافية، جايين ناخذ معك لقاء. عارفين على حضرتك خالق؟ أنا بيقولوا لي اسمي أمي يحيى. رسالة تشرفنا. خالق يحيى شو قصتك؟ نحن كنا أول ساكنين على الباب هيك منطقة مقطوعة ما فيها حدا، جابونا لهون وسكننا هون. ضل جوزي يشتغل عامل تقريبا شي شهر شهر ونص وقت جينا لهون. حنا علينا هون ولادي الحلال عطونا هالخيمة يباركنا فيها. ضل جوزي تقريبا هون شي شهر عم بيشتغل بروح وبيجي، راح وضل هذا الوجه الضيف هلا صار له غايب تقريبا شي شهر. والعالم بتتحنن علي، كلهم على العالم بتتحنن علي. شوفت عينك هيك البياع وقت ببيع مثلا بتزيد عنده الخضره ببعتولنا اياها، كلهم هيك وعلى الله. وين اخر مره راح فيها الزوج؟ على شغله على طريق الباب اساس، انه بقلب الباب اساس موظفين عمال يعني. اي وهذا وجه الضيف سالنا عليهم ما في حدا، ما حد شافه ولا شيء. واتمنى ولا معه تليفون؟ ما معه تليفون، ما معنا تليفون. نحن كنا منطقه مقطوعه قبل، بجينا لهون وبركنا هون. طيب خالي هلا شلون عم تدبري حالك انت وعندك 7 اولاد؟ عم بتحننوا علي، هلا اعطوني بطانيات جويرين، اعطوني هيك، اعطوني حرامات، اعطوني مخدات، اعطوني هدول هيك. نحن معنا كم بس كم غرض، كم غرض معنا يعني، ما عندنا هالشيء، ما عندنا هالشيء. بسوي له مثلا شاي، بشحط له شويه سكه من الجيران، اني لحاله بصير بحنوا علي. يعني بيعرفوا وضعنا شلون، بيعرفوا اني لحاله صاير يحنوا علي. والمدبر الله. بنوته هيدي شايفتها انا في حبه بوشها شو؟ هي تطلع كل سنه، قالوا لي بتروح. يعني امس من يومين ثلاثه اخذتها قالوا لي بتروح. هلا في لها دهون، خلص الدهون قالوا لي رجعي خديها برجع وبروح. يعني عم تعطيها مرهم؟ ايه عم بعطيها مرهم. سلامتها يا رب، الله يفرج عنك ويجمعك بزوجك عن قريب يا رب. امين، الله يسلمك ربي، الله يسلمك ويجبر عنكم. من وين الاصل حضرتكم؟ نحن من حلب. من حلب كمان؟ من حلب؟ من حلب كمان. اي بين الله. عم تبعتي الاولاد على المدرسه؟ ما في ما لي حدا لابعتهم، انا بخاف. وين ابعتهم على المدرسه؟ مين ليش هون عم ببعتهم على المدرسه؟ ما حد بيستجي حدا يبعت اولاده على المدرسه. ليه قد ايه بعيد المدرسه عن هون؟ في والله بعد، في كثير بعد، بعيده كثير يعني. مين بامنها مثلا هاي او هذا او حدا ابعتهم معه؟ ما بامن. جربتي تقدمي بلاغ للشرطة مثلا انه زوجك مفقود مشان يدوروا عليه؟ المشكلة مو جربنا، سألت انا رحت وراحوا معي عالم يعني، انه سألنا ما حد شافه، ما حدا شافه. بقصد للجهات المعنية، الجهات المختصة، قدمتي بلاغ انه عندك؟ سألنا عليه ما في، سألنا عليه مثلا بالشرطة عند حدا، ما حدا شافه. سألتي عنه بالمشافي؟ ما في، سألنا ما في، حتى رحنا على مشفى الباب كمان اخذونا على مشفى الباب ما في. طيب وجهي رسالة نداء للناس اللي عم تشوف، بلكي لعل وعسى بيوصل الصوت لزوجكم. يا رب دخيلك، أنا بتوجه فيكم يا أهل الخير، إذا حدا شايفه أو حدا شايفه أو مرضان أو شيء أو شيء يعني يدلوا لهون. جاي حبيب محمد أو يرجع لأولاده، ما بدي شيء، أنا ما بدي شيء، بس يرجع لنا بخير وسلامة. ممكن تقولي شو اسم زوجك مشان الناس تعرف؟ اسمه محمد العبد الله. محمد العبد الله أبو يحيى.
شاء الله توصل مناشدتك ورسالتك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا ربي. الله يخليكم يا حبيب محمد. فيك يا ماما. والله انا جمال الاحمد نازح من ريف حلب جنوبي. بيصل لك هون؟ والله هون صار لي 4 سنين ونص تقريبا. الوضع الحمد لله رب العالمين يرسله، يعني انا احسد عليه خالص. وضع المعيشي انا معاق، معي بتر الطرف الايسر، معي بحصه 3.5 سنتي، 10 امتار ما بحسن امشي بسبب البتر. عم والله في جار يا ماما برميل نزل واجت شظية طيرة تجري. عندي ولد معه شلل دماغي كمان صار فيه بهالموضوع هذا، كان نايم على صوت الانفجار فز صار معه، ما بعرف امور دماغي شو صار معه ما بعرف. كمان مطعميه بايدنا، شربوا المي في ايدنا، ما بده يقوم تسندوا الحجه اللي طالعوا يقضي حاجته. او هاي هي امورنا. لما نزل البرميل كان نايم الشاب، ف هل مثل اختلال يعني عقلي صار ما بعرف متوازن يوقف يميل يطب. قد ايه كان عمره؟ كل هيك بال 2012 اليوم 22، يعني تقريبا كان عمره 12 سنه 10 سنين صار معه هالشيء هذا. وهون باركنا لا في معونات لا في دعم لا في خبز، ما في الا الله. يجيبوا لنا المي لهون يصبوا لنا اليوم مي، بكره لا بعد بكره يجوا يطلعوا يشوفوا الخزان نصه مي او اقل من نصه، بقول لك ما في مي خلاص عندك انت بغطيك اليوم جفاف. الدعم بكل المناطق عم تنزل الا عنا هون كفره، مخيم كفره تحديدا نحن متاكل حقنا من كل شيء. انتم عارفين والدنيا كلها امت لا اله الا الله كلياتها بتعرف. والله صلى هلا من الساعه 12 وربع الحجه طلعت على السوق راحت، منين بدها تدين؟ منين بدها تدبر؟ قال لك بدها تشحت، يعني عم نشحت. الله وكيلك لناكل لنشرب، هيك صايره حالتنا وهي امورنا كلياتها اللي عايشينها هون. عمو ماني شايفه عندكم صوبه هون؟ ما في بنتي ما في، قال لك ربطة الخبز 5 ليرات ما في. شو عم تدفع؟ والله العظيم ما عم ندفع على شيء. طلع انا بارك بعز النهار احرامي فوقي بعز النهار، هاي حالتنا. خيمنا عم بتشر مي، عم بتشر مي من السقعة، نزلت مطر بتشر مي. طالبة بتشادر قولك ما في، منظمات داعمة ما في. أنا معاق قلت لك، ابني معاق وعندي شاب ثاني أصغر منه متزوج وعنده ولد وراحت له بنت بالصيف من عزم الشوب، اختنقت الطفلة وماتت. تمام، كمان مضروب في إجره هون، عرفت كيف؟ لا شغلة ولا عملة، ما في شيء لا الله. قاعدين ومثلي وممتالي، يعني مخيماتنا هون بالذات بكفرة منتهين من كل شيء، من كل شيء، يعني كل شيء متطلبات الحياة ما في عندك إلا نقطة هالمي تجيك كل يومين والثالث. وإذا عندك قلت لك نصف الخزان بقول لك ما في عندك شيء يغطيكي. هيك عم يصير معنا يعني. الله يفرج عنكم يا عم. عم بتاخذ أدوية شيء؟ إيه بنتي أنا عندي أدوية ولسه في أدوية كثير، في عندي أدوية طلع سكر وضغط وعندي كل شيء. يا طلع امبارحه تدينوا ليها مستدريه، هلا الصيدلي في له عندي 300 ليره بس، وهي ادويه مشان جلطه جتني 3 جلطات كمان موجوده، عرفت كيف؟ يعني اموري انا مكركبه خالص. الحجه بشهاده الله اكبر الحمد لله انه كلامي باذن الله صح. الحجه كمان معها عصب على القلب ومعها ضغط، امس كانت باركه هون برا لا اجت جارتي هي هون ام عمر ردت علي تقول لي عمو على الحجة طيبة على البركة برا وطيبة. قلت لها ما بحسن شيء، لا صحي على ابنها او جيرانها شالوها جابوا ليها خالصة ميتة، يعني لما يجيها الضغط بتموت تغيب عن الوعي خالص. وهي حالتنا. الحجة كأنه اجت؟ الحجة هي. خلينا نشوف ليش عم تبكي يا خالة؟ ممكن ناخذ معها لقاء؟ ليه عم تبكي يا خالة؟ سلامة قلبك ليه عم تبكي؟ سلامة قلبك حكيني حكيني حكيني.
ما تبكي 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 ما حدا دري فينا. عم نضل بلا خبز ونضل بلا اكل. شوفي عم بروح بدي شوفي ايش عم بجيب. سلامة قلبك يا اخي. شوفي ايش عم بجيب انا شوفي ايش عم باكل كله تينات. والله انت لو معك بتروحي بتجيبي هيك شيء. الدين وحده هلكنا لانه نحن ما عندنا شيء طاول. الله بدنا نرجع بدنا 40 دولار. تجي المنظمات بتسألنا بنشرح بنحكي كله على الفاضي كله على الفاضي ما عم نشوف شيء كله على الفاضي كأني عم يجوا بيستلذوا هيك في آلامنا في وجعنا في حالنا كأننا عم يجوا بس هيك بيستلذوا فينا في وضعنا شلون عم نشوف فينا شلون عم نعاني شلون عم نقضي ما حدا عم يعرف نحن عم يجي المغرب عم يجي البرد والسيء ما حدا بيعرف شلون عم نقضي من العصر بنحط الحرامات وبنبرك وبنبرك هيك نحن بيفضى عندي كيلو غاز ما بحسن ما بي ببار عندي ما بحسن اجيب له لتر مازوت كل شيء بالنار ودين دين 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 والله ما بقى حدا يدين لانه ما عم بحسن نوفي وضعنا كتير تعبان كتير وضعنا تعبان بس المنظمات عم تجي كأنه عم يستلزوا في ألمنا ووجعنا وبيوت كأنه عم يعجبن وضعنا هيك كأنه عم تعجبن دموعنا وآهاتنا أنتاج كل ما عندي شب عاجز وعندي هالزلمة عاجز وأنا ما عم بلاقي شغل والله ما عم بلاقي والله بساوي شاي بساوي قهوة بشتغل بس ما عم بلاقي والله ما عم بلاقي شغل والله ما عم بلاقي والله درت الدنيا ما عم بلاقي الله يا خالد الله موجود ان شاء الله رب العالمين ما بينسى كأني هيك الناس اللي عم تجي عم بتشوف قلبنا بتلذذوا هيك في وضعنا وحالتنا والشيء اللي نحن فيه وبيحملوا حالهم وبيروحوا ايه 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 والشيء بيقولوا لنا ما بنوعدكم ما بنوعد ليش ليش عم تجوا ما بتوعدونا ليش ليش يعني هيك عجبكم قلبنا وقهتنا هيك ووجعنا وقلنا اللي احنا عايشين فيها ليش خلص لا تجوا علينا وتركونا مثل ما بقول بقلبنا وهمنا وبس لا تضحكوا علينا لا تضحكوا علينا انا ما عاد فيني اتحمل يا بنتي اكتر من هيك سلامت قلبك يا حال والله انا ما عاد فيني الله الدين كله علي الدنيا بكل المخيم اللي علي دين وبرا بتضيع علي دين وما عم بحسن او في شيء نحن بنوعدك انه نوصل صوتك ونوصل صوتك ورسالتك لكل الناس ليكي هذا اكل هذا اكل مين بياكله انا بروح على جارتي عم بتدين منها بنته لهي جارنا عم بتدين منها يعني بكبه نصه هلا هذا مين بياكله هذا هيك مين بياكله مين هذا يا ترى في حدا عالم بتاكله في هذا انا عم بجيبه بالدين لانه ما عندي لانه ما عندي انا مضطره لاجيب وانا مضطره ادين لانه انا بدي اعيش ما في يعني ما عندي حدا ما عندي لا شاب يشتغل لي ولا حتى انا عم بحاول انا هذا المندوب ليكو كوه يسمع صوتي كلياتهم انا قلت لهم انا بشتغل قالوا لي اعملي شاي وقهوه بشتغل بعرقي بس اعيش ما انزل لحدا ما امد ايدي ما اتدين يعني وضع كثير اللي نحن عايشين فيه نحن هون بهالخيمه ما حد دريان فينا نحن ايش عم بيصير معنا خبز همي همي الخبز ما في خبز انا رحت عم بنحى على عزاز لحتى اطلب من صاحب الفرن يعطيني كم ربطه لوجه الله تعالى وما رضي يعطيني لحتى شخص واقف على الفرن سمعني اشترى لي 6 ربطات قال له اعطيها للمراه وانا مستعد ادفع لك قلت له اخوي انا ما عندي حق خبز جيتك من مخيم كفره لهون ماني مخبيته خبز مكون بكفرة بس أنا ما عندي مصاري أشتري ما عندي إيش بساوي أنا جوزي مريض وعاجز أنا جوزي مريض شوفي طلعت له هون هيك أبدا هيك كي هون مريض ضغط سكر كل شيء جوزي معه ما خرجوا يشتغل ما خرجوا زلمة كبير جوزي ما خرجوا يشتغل ابني معاق ابني مطولي طلع من شوي
كمان ابني انا بطعميه وبسقيه على علم العالم كلياته، انا بشربه بايدي وانا كل شيء بطعميه، ما خرج ياكل ويشرب لحاله وما خرج، عمره 23 سنه فوق، بس انا بطعميه بسقيه. انا حكى لنا الحجي عن هالموضوع ما فينه، رحت على اهل الخير اعطوني كرسي، كان هيك يبرك ابني، هيك كان يبرك بدورة المياه، هيك هيك احط له تحت اجي كرتون وخرق وهيك لبين ما تخلص الشتوية، انا اشبع بكي على ابني. عمو ناس اهل الخير شلوا حسنكم، دلوني على شخص بسوران فاعل خير، قال لي تفضل هذا كرسي لابنك. عمو خالي انت بشو بتطالبي هلا؟ انا بطالب بكل شيء، انسان عنده انسانية، عنده ضمير، عنده وجدان، عنده دين، لاني مو معقول نحن اسمنا اسلام، نحن مو معقول عم بيقتلنا البرد، صوبه ما في شيء، ما في دعم، ما في هيهات تيجينا بيكون تدينا قدو 100 مره، يعني هي حياتها. هذا عمر الله يفرج الكرب يا خالي، هذا عمر يا بنتي، هذا عمر، وانا على وضعي هذا اللي عم بحكي له اياه بجوز الله يبعث له قد مليون مرة. أنت لما بدك تعملي الخير ما بدك تستني مقابل، لأن مقابل تقديم رب العالمين مو من الإنسان. أنا بدي أعمل خير ما بستنى أخذ مقابل محالي. أنا عم بشوف هالشخص هيك، أنا إيش بحسن بعمل بعمل لك. أنا جيراني هون، أنا جيراني هون إذا طلبوا مني شيء وعندي لك ما بقول لهم ما عندي رغم وضعي. لك انت فوتي جوا شوفي ايش بتشوفي، عندي شيء اكل؟ فوتي قومي اورجيكي جوا حتى تصدقي. والله مصدقه يا خالي، والله مصدقه، والله مصدقه. انا هذا كل اللي عندي، هذا اللي عندي انا، ايش في عندي؟ انا بوعدك يتغير هالوضع، انا بوعدك يتغير هذا. عم نحطه لانه المي ذبحتنا، خالي ذبحتنا من المي، ما عندي شيء، كله فاضي، ما عندي، والله ما عندي شيء، ما عندي شيء، ملح، الله كتر الملح. خليك معي، أنا بوعدك تغير هالوضع بإذن الله، أنا بوعدك تغير هالوضع، إن شاء الله، بس أنت هيك روق شوي، روق شوي، وخليكي هون معي، خليكي هون. إن شاء الله بإذن الله رح يتغير هالوضع للأحسن، إن شاء الله. مو نحن مسلمين وعنا ايمان برب العالمين صح؟ بربك انت هدول بتشتريهم؟ تبي تضحك المصاري؟ انا عم بتدين من جارتي، صار 400 ليره جارتي الها عندي انا، ما هيك شيء. ليش؟ عم بجيبه انا؟ انا بشتريه لو كان معي مصاري، يعني بقرنت على حالي على وضعي، معلش. بس اليوم انا هذا عبات لو اجت انا بدي جنبه شيء، بدي معه شيء، جبته ما عندي خبز، نسيت انه انا بدي ادبر خبز، جيت بدي اطبخه، بدي اطبخه. هذا ما بيطبخ لي ليك، هذا غازي، هذا ما بدي، انا بقول لك انا عندي حتى تقتنعي، يعني مقتنع مقتنع خالي، خالي كرمال الله شوفي. يا خالي بس شوي، بس خليكي معي، بس تعالي لقلك، بس تعالي لقلك، بدي انهي اللقاء مشان انت تستفادي تمام، ونحن ما نطول عليك. ان شاء الله باذن الله هالوضع رح يتغير للاحسن ان شاء الله. خالي معنا ايمان برب العالمين اكيد الله. لا صح؟ لا اله الا الله، فان شاء الله باذن الله في الوضع كبير رح يتغير. الله يفرج عنكم يا رب ويرجعكم لبلادكم سالمين يا رب وعن قريب. هذا نتمنى، ندعي لنا لكل امه محمد. استدلينا عن طريق مدير المخيم على خيمة العم أبو محمود، حابب يحكي لنا شوي عن وضعه. عمو عرفنا على حضرتك. أنا أبو محمود عندريني من حلب. أهلا وسهلا عمو، تشرفنا. قديه صار لك هون؟ أنا صار لي هون بجوز 3 سنين ربع سنة، من وقت النزوح، نزحنا من حلب على كفرناها، ومن كفرناها نزحنا لهون عريف شمالي.
وهون الوضع طاول تبهدلنا، وضعنا طاول بهدله. قال لي مدير المخيم انه عندك وضع صحي، شو هو؟ انا في اصابه قبل الثوره، انصبت سياره مكسوره اجري وايدي وخمس اضلاع من صدري وجحش عنق انكسر وهذه ضبطوا حتى ايديك يعني. اي ايديك يعني؟ هلا فيها سياخ واجري هون فيها صفيحه. يعني هون. ايوه ما خرج لا شغله ولا عمله وما في معين غير الله. وهون الوضع طول طول مستوي، والله من اوقات حق رغيف خبز ما معنا. عمو مع مين ساكن بالخيمة؟ والله ما عندي بنتي، بنتي وعندي صبي ابن ابني كمان ما له حدا. يعني امه مطلقه وابوه هيك يعني تلك وراي. وفي عندي مرتي، مرة كبيرة، وما حق صوبه ما عندي، انا في عندي الاولاد حياتهم عند اخوهم. حياتهم هنيك وبيرك انا ولا عجوز. عجوز راحت على المصاوي صوب بلكي هلا بتيجي كمان. عمو ما عندكم صوبة، شو بتدفوا؟ والله في الحرمات وعلى الببور القاض ما في، ما في شيء، ما في غير معين الله بس. يعني هيك الله كاتب علينا ما بيطلع بلا شيء. صلي هلا بجو يعني من اول شتي هلا محجوب. محجوب ما عم طيب طول. قال الخير بمس هيك ساعدونا هيك شوي يعني جابوا لي اوبر جابوا لي كذا ما استفدت شيء طول هلا مرضان والله يكون في العون بس. يعني صدرنا صدري ما عم مرتاح طول من البرد. عم نكمر في الحيف وحرمين وما عم ندفع. الناس سقعونا البرد. سلامة قلبك يا عم. صير عمري 63 سنة. يعني ما خرج اني مثلا والله لو دور على شغل او كذا، لا اقدر اعيش انا والحال ختيارة. ما في غير معي غير الله بس. طيبين من الله الفرج بس. واهل الخير بس لا غير. بتمنى من اهل الخير الله هيك ما عنده هيك يهدفون يساعدوا البشر الفقراء بجاه النبي. لأن كل هون المخيم عندنا أكثر وأكثر ميت أكثر ونازع. يعني في عالم يعني ناس بحاول أنا قدر الإمكان بقدر بقوم بشتغل يومية 15 ورقة 50 ورقة 30 ورقة بس لحالي. أوقات ما في شغل والله العظيم يمكن الجوع ما يجعمنا ما بيطلع بأي شيء. هيك الله كاتب علينا يا خيت. الله يسلمك ويسر عليك ويديمكم يا رب ويديم أهل الخير يا رب. بنهاية الحلقة معنا مدير المخيم يحكي لنا شوي عن مخيمه، يعطيك العافية. الله يعافيكم، أهلا وسهلا. احكي لي شوي عن مخيمه. والله نحن بمخيم كفرة بريف عزاز. نحن المخيم عندنا وضعه سيء جدا جدا صراحة. المخيم يعني فيه كتير خيم ناقصة تدفئة. كتير خيم مثل ما شفتوا بعينكم ما فيها صوبيات. فيها معاقين وحلتهم يعني وناقصهم كتير مواد. الخيم عندنا قديمة. الأرض اللي نحن بيركين فيها الأرض ناقصها صرف صحي مثل ما كنتوا عم تشوفوا. المياه حتى لو ما في شتوية ما في مطر يعني دائما في مي. عم نعاني بهالشيء يعني دائما نمشي بالمي. الأطفال بيوقعوا بيروحوا دائما المياه. خبز على المخيم ما عم يجي خبز نهائيا. الأرض هاي اللي أخذناها على أساس كانت بشيء رمزي منظم يهلق بده 600 دولار صاحب الأرض من العالم. يعني كل خيمة الله عليم بجوز يطلع 20-30 والعالم ما معه شيء. يعني كتير كتير خدمات ناقصة للمخيم. في خيم كتير حتى فرش ما فيها. بطانيات يعني برد برد شتوي صبرة. بطانيات ما في، حرامات ما في، أغطية ما في، يعني قليلة جدا صراحة. نحن من طالب أنه يكون كتل سكنية أحسن من السكن في المخيمات. يعني دائما الكتل السكنية حتى لو ما في فرش ما في بطانيات ما في غطيل واحد بيكون أدفى من الخيمة. الخيمة دائما بتفوتها وبتفوت صبرة. ايه وهاي حال المخيم عندنا. يعني عن جد في عندنا معاقين، في عندنا كبار السن. كبار السن بيعانوا أكثر منا نحن. كبار السن يعني دائما بيشكوا من المي، بدنا حل لها الأرض يعني للمي اللي عم تيجي على الطريق. الأطفال ما يعني في مشكلة كبيرة بالصرف الصحي. والخبز ما عم يجي والتدفئة يعني أيا يكن فحم مازوت صوبيات ما في اي مشكله عنا. ايه والله يجزيكم الخير. اذا يعني بيكون اهم شيء انه اذا بتقدروا توصلوا صوتنا للي عم يسمعونا للمنظمات للمسؤولين الجميع انه ينقلونا لكتل سكنيه
بنكون ممنونين كل. كتل سكنية أهم من الخيام، لأنه عيشة الخيام والله ما بتنسكن يا جماعة. إن شاء الله توصل رسالتك، الله يعطيك العافية. الله يعافيكم، الله يعافيكم. لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم ببرنامجنا مع المهجرين، تابعونا الأربعاء المقبل.